أتينا. نغوص بكم إلى عبق الماضي، نتجول بين أرفف المكتبة، نتصفح أوراق الثقافة، نعيش أحداث التاريخ، نزيل الغبار عن الحضارة المنسية. نغوص بكم إلى عبق الماضي. سيدلس دتدلسة دومزروي أنكستاقة افتغرمة جاهل ون سوليمي. أزل فلاون دازل غفون أيت ماد ست ماد كل مم ويسلق أهي لنون أترر لنتا سوليبي دف التردد 99.5 دف الراديو نشروق اف ام. نرحبوا بكم مستمعينا ومتتبعي البرنامج الجديد هذا برنامج سوليبي. طيب نعم، البرنامج الجديد اللي هو برنامج سوليبي، طبعا هذا البرنامج حيكون بيعرف لكم بالثقافة الأمازيغية وكل ما يتعلق عن الأمازيغ ويخص الأمازيغية والأمازيغ، حنقدموه بالعربي إن شاء الله هذا البرنامج. وزي ما تعرفوا احنا النقطة هذه نقطة الأمازيغية والأمازيغ، طبعا الكثير من الناس يتجاهلوا أو ما يعرفوش هذه المصطلحات اللي طلعت عليهم بعد 17 فبراير، لكن الناس اللي مطلعة والناس اللي تعرف والناس اللي دائما تتابع وتعرف التاريخ الليبي يعني يعرفوا أن الأمازيغية ويعرفوا الأمازيغ شن هم أو ما هم الأمازيغ. نحاولوا يعني من خلال هذا البرنامج أن نبسطوا المفاهيم ونوضحوا دائما هذه المصطلحات الجديدة على مجتمعنا الليبي، وكذلك نربط ما بين ليبيا والهوية الليبية وكل هذه الحاجات وكل هذه الأشياء اللي كانت مغيبة علينا خلال السنوات الماضية. مصطلح زي ما قلنا موضوع الحلقة اليوم اللي هو الأمازيغية والأمازيغ مفاهيم ومصطلحات، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. حنتكلموا فيه على المفهوم الأمازيغ والمفهوم الأمازيغية وكذلك حتى مصطلح البربر، يعني في كتب التاريخ دائما نجد هذا المصطلح حتى وحنبينه معناه ولماذا تم إطلاق هذا المصطلح على سكان شمال أفريقيا. كذلك حنتكلموا عن وجود الأمازيغ عبر التاريخ، أماكن وجودهم عبر التاريخ منذ يعني السنوات القديمة جدا، وكذلك حنتكلم عن اللغة الأمازيغية وما فيها من لهجات. كذلك حنتكلم عن حروف التيفيناغ وهي الحروف الأمازيغية ومعروفة أيضا بالحروف الليبية. كل هذه الحاجات إن شاء الله حنتكلموا عليها وحنتناقشوها خلال هذا البرنامج. وبالإضافة حتخل عندنا فقرة اللي هو المثل الأمازيغي، حنعطوكم مثل أمازيغي ومعناه بالعربي، المعنى الترجمة متاعها بالعربي، وكذلك ما يقابله بالعربي، شنو يقابل هذا المثل بالعربي. بالإضافة إلى فقرة أخرى اللي هي فقرة الكلمات، نعطيكم كل حلقة إن شاء الله خمس كلمات تحفظوهم وتعلموهم بحيث أنها تكون أو تسهل عليكم حتى بعض الناس اللي عندها رغبة وعندها نية أن تتعلم اللغة الأمازيغية. طبعا هو مش حيكون يعني برنامج لتعليم اللغة الأمازيغية بشكل خاص، لكن أو بعض الكلمات أقل شيء يعني، وخاصة الكلمات اللي متداولة زي الترحيب، كلمات الترحيب مثلا زي سمعتوني مثلا في البداية قلت لكم أزول فلاون بمعنى السلام عليكم، أي أن فلاون تعني عليكم، وأزول هي السلام أو التحية بشكل عام، يعني تقدر تختصرها في كلمة أزول فقط بمعنى كأنك قلت لا أهلا بك أو ما شابه. وكذلك نحاول زي ما قلنا أنا البرنامج مش حيكون يعني تعليمي، لكن مجرد بعض الكلمات الواحد أقل شيء ينعش الذاكرة متاعها شوية. طبعا لما نجو نتكلموا عن الأمازيغ والأمازيغية يعني زي ما قلنا هو موضوع قديم، يعني ليس بجديد ولكن نقدر نقوله قديم جديد، يعني الناس اللي كانت غير مغيبة وكانت يعني مهملة الكتب ما تقراش وما تطلعش وما تسألش، هذا يعني يعتبر عليها جديد، لكن الناس اللي مدركة وتتابع وتتعلم دائما
وحنا طبعا الناس حتى اللي ما كانتش تقرا وتطلع يعني نعطوها العذر، وان كان ليس بعذر لكن نتيجه للفتره اللي كانت فيها. فرغم ان احنا زي ما نعرفوا ان الامازيغ يشكلون يعني يعتبروا من السكان الاصليين لشمال افريقيا من حدود مصر الى عند جزر الكناري، هذا كله طبعا كان يعني بالسكان المعروفين بالسكان الاصليين لشمال افريقيا وهم الامازيغ. واحنا زي ما نعرفوا ان القبائل العربيه اللي معروفين بالقبائل العربيه كانت من في جبل الجزيره العربيه من الحجاز الى جنوب الجزيره او شبه الجزيره العربيه. لكن بعد الفتوحات الاسلاميه وتوسع الدوله الاسلاميه من بدايه من المدينه المنوره ثم ما جاورها من القبائل حتى وصلوا الى مكه، ومن ثم الى جنوب شبه الجزيره، ومن ثم الى الشام وبلاد الفرس وبلاد السند والدولة التركية أو إلى تركيا أو بلاد الأناضول، ومن ثم إلى مصر وشمال أفريقيا حتى الأندلس. لكن اللي دائما هناك يصير تلخبيط في الكلام يقول لك العرب هم من فتح شمال أفريقيا، هذه طبعا مصطلح خاطئ، لأن الإسلام أو العرب لما فتحوا واستمروا في الفتوحات كل من دخل معهم من المسلمين استمر معهم في هذه الفتوحات. لذلك الناس اللي كانوا يفتحوا في باقي الدول يعني مثلا لما وصلوا على سبيل المثال نقول لما وصلوا لبلاد الفرس أكيد أسلموا منهم الناس من الفرس وخشوا معهم وانضموا تحت اللي هو راية الإسلام وراية الجهاد وراية الفتوحات الإسلامية، فلذلك بيتم إطلاق عليهم اسم المسلمون الفاتحين. ولكن دائما نلاحظ الكثير من المؤرخين يعني يكتبون اللي هو الفتوحات العربية والغزو العربي وما شابه، فهذا طبعا يعتبر يعني نقيصة من الإسلام، لأن الإسلام المسلمون هم من فتح الدول الإسلامية أو قاموا بهذه الفتوحات. طبعا في الوقت الحاضر الإسهامات الأمازيغية اللي قاموا بها الأمازيغ قبل مجيء الإسلام وقبل حتى منذ وجودهم على شمال أفريقيا وكذلك حتى في وقتنا الحاضر، كل الإسهامات الحضارات اللي قاموا بها كلها مهمشة ومغيبة. احنا دائما لما نحكوا على التهميش والتغييب لا نقصد به التهميش اللي هو قلة الطرق المواصلات أو المستشفيات أو المطارات أو عدم وجود الكهرباء، هذه طبعا الحال من بعض زي ما يقولوا في كل ربوع ليبيا، وإن شاء الله نسأل الله أن بعد هذه ثورة فبراير أن يكون أحسن من أحسن لأحسن. لكن التهميش اللي دائما نتكلم عليه اللي هو التهميش المعنوي وليس التهميش المادي، وهو تهميش التاريخ وتهميش الحضارة اللي قام بها الأمازيغ طيلة السنوات أو طيلة القرون الماضية. في الوقت الحالي يجي شخص يقول لك لا هذه ينسب في هذه الحضارات إلى الفينيقيين أو إلى الرومان، حتى من لباسنا وأكلنا قعدوا ينسبوا فيه يقولوا لك لا هذه أكلة من الشام وهذه أكلة من وهذا اللباس لباس روماني وهذا كتاب مؤلف وهذا المؤلف أصله إغريقي. كل المؤلفين والكتاب والأكلات واللباس وكذا إن شاء الله هذا كله حنتكلم عليه وحننتبتوا أن كل هذه الحاجات ان الليبيين طبعا حين لما تكلموا لنا حتى في الكتب تتكلم تقول لا تطلق عليهم مثلا اسم الامازيغ، فالملك شيشنق وهو معروف انه امازيغي لكن في كتب التاريخ يعرف بشيشنق الليبي اللي حكم مصر وحكم واسس الاسره الثانيه وال22 نعم 22. وكذلك لما كانوا يقولوا في كتب التاريخ عن أخت سبتيموس سيفيروس وهو من لبدة يقول أن أو لبدة يقولوا أن أخت سبتيموس سيفيروس كانت تتكلم اللغة الليبية القديمة وهي طبعا اللغة الأمازيغية. كذلك لما يجوا يتكلموا على سكان شمال أفريقيا بشكل عام كانوا يطلقوا عليهم اسم الليبيون، وهذا وإن دل على مدى قدم كلمة ليبيا ومدى تجدرها ومدى حضارتها. كذلك اللغة حروف التيفيناغ اللي تكلمت عليها قبل شوية قلنا هي أيضا يطلق عليها باسم الكتابة الليبية القديمة، فلذلك المفروض أن كليبيين نفتخر بهذا التراث القديم وهذا التراث العريق وهذه الحضارة وهذا التاريخ اللي عندنا من أجل حتى المستقبل.
زي ما قلنا الأمازيغ أو الأمازيغية فقدت يعني فاقدة للاهتمام بها منذ زي ما شفنا احنا، يعني مش حنكذبوا على بعض، التاريخ قدامنا ونشوف فيه الواقع، عايشين أن واحد يعني كارثة أن ما يعرفش أن فيه أمازيغ، يعني قاعد ليبي ومحسوب على الليبيين وكذا، ما يعرفش أنه فيه سكان عندهم معاه شركاء في هذا الوطن وهم الأمازيغ. طبعا بالنسبة للمصطلح الأمازيغ ككلمة مازيغ نفسها، نقدر نقوله أنها مازيغ بمعنى طبعا اسم فرد، اسم شخص يسمى مازيغ بالأمازيغي، أمازيغ دمازيغ بمعنى أمازيغي، دمازيغ بمعنى أمازيغي، وتعني يعني على حسب المفسرون اللغويون وهو النبيل أو الحر أو الشهم، يعني اللي حني دائما نعرفه حتى في عند العرب دائما يختاروا الأسماء اللي تكون عندها هيبة وتكون عندها قوة وعندها مصطلح يكون مؤثر. فبالتأكيد يعني حتى الأمازيغ عندما اختاروا هذا الاسم في ذلك الوقت أكيد بيختاروا الشيء اللي عنده معنى وعنده قوة وعنده رهبة وعنده هيبة وغيره، فاختاروا اسم مازيغ وهو زي ما قلنا يعني الشهم أو النبيل أو ما شابه من هذه المصطلحات أو من هذا المعنى. وطبعا بالنسبة للأمازيغ اللي بالأمازيغ يقولوا دمازيغ أو وتجمع إمازيغا بالأمازيغ تجمع الجمع وهم الأمازيغ، إمازيغا مقابلها إمازيغا الأمازيغ. بالنسبة لمصطلح البربر، طبعا نجو لما نجو نتكلموا على هذا المصطلح في اللي طبعا يتم أو تم إطلاقه في عدة عهود، ويعني ليس على الأمازيغ فقط تم إطلاق هذا المصطلح. فنجو لما نجو نشوفوا كتاب الشيخ طاهر الزاوي طبعا، وهذا طبعا لعنوان تاريخ الفتح العربي في ليبيا، وهذا طبعا تكلمنا عليه قبل شوية، قلنا هو المفروض أنه يكون فتح إسلامي وليس بعربي، وهذه من ضمن الأخطاء اللي وقع فيها الشيخ طاهر الزاوي الله رحمه. فقال في كتابه اللي هو كلمة بربر أطلقت بأربعة إطلاقات في أربعة عهود مختلفة، أطلقت في عهد هومير على القبائل المعقدة اللغة واللهجة حيثما وجدت، وأطلقت في عهد هيرودوت على الأمم الغريبة عن لغة اليونان وحضارتهم، يعني كل من هو غير يوناني يعتبر يطلق عليه اسم البربر، وأطلقت في عهد بولتوس على الروم ما عدا سكان روما، يعني كل من هو غير رومي يتم إطلاق عليه اسم البربر، لكن العرب وأطلقها العرب في عهدهم على الأمة التي تسكن الساحل الأفريقي أو الإفريقي لأنهم يتكلمون بلغة ليست مفهومة للعرب. وإحنا طبعا والعرب يطلقون كلمة بربرة على الأصوات المتعجمة غير المفهومة وهم شعوب وقبائل أكثر من أن تحصى، طبعا هذا يقصد على الأمازيغ، وكانت مواطنهم من الإسكندرية إلى بحر الظلمات اللي هو المحيط الأطلسي، ومن البحر الشامي إلى حدود السودان، طبعا هذا يقصد اللي هو رقعة الجغرافية واللي هي حنتكلم عليها إن شاء الله في بعدين شوي إن شاء الله حنتكلم عليها اللي هو مكان أماكن تواجده. لكن نجو لمصطلح البربر، طبعا نيم من ضمن الأشياء اللي وقفت عليها اللي هو إذا كان العرب يطلقون على كل من شخص يتكلم على كل شخص يتكلم بلغة غير مفهومة اسم بربر، بمعنى كلمة بربر بربر بمعنى تعني اللي هو الكلام الغير مفهوم، طيب علاش ما تلقوهاش على مثلا الفرس أو الروم، وهم كانوا يعني يعرفوهم بحكم أن الروم والفرس كانوا مجاورين للقبائل العربية. فنين الحقيقة هذه من ضمن الأشياء اللي مفروض تستحق البحث وأن الواحد يبحث عليها. طبعا هو كلمة بربر تعني حتى في معاني أخرى من غير اللي هي أنه كلام يطلق على الكلام غير مفهوم، يطلق أيضا عليه حتى الهمجية وعدم النظام وكذا يطلق عليه بربري أو يأخذ صفة البربري أو اللي هو غير منظم أو غير مرتب. لكن بالنسبة للعرب عندما اطلقوه على السكان شمال أفريقيا على حسب الروايات اللي هو أن كانت من أجل أن لغتهم غير مفهومة.
نجو نشوفوا اللي هو طبعا هذا بشكل عام حول مفهوم الأمازيغ والأمازيغية، ويعني معناها زي ما قلنا كلمة مازيغ تعني النبيل أو الحر، وهي مفرد، وكذلك يتم إطلاق حتى الاسم يعني أسماء الأشخاص، فيه من يتم اسمهم يعني يسموا في أولادهم باسم مازيغ، وكذلك الأمازيغية وهي مؤنثة أو التأنيث الأمازيغية، وبالأمازيغي قبلها تمازيغ، وكذلك البربر. فهمنا معنى هذا المصطلح، وقلنا أن الأمازيغ طبعا نقطة أخرى نحب نضيفها اللي هي أن الأمازيغ لم يسموا أنفسهم بربر بل سموا أنفسهم أمازيغ، وأكيد طبعا هي كلمة البربر أو مصطلح البربر زي ما شفنا يتم إطلاقه على كل من هو خارج عن المكون اللي يتم مثلا إطلاق هذا الاسم. يعني زي ما قلنا في عهد هيرودوت يعني كل من هو غير يوناني يتم إطلاقه عليه اسم البربر، وكذلك الروم كل من هو غير روماني نفس الشيء، ولكن العرب أطلقوها على كل على سكان شمال أفريقيا بحكم أن لغتهم غير مفهومة. ولكن زي ما قلنا هنا يعني في علامة استفهام لماذا لم يتم إطلاق هذا المصطلح على الفرس وهم أيضا يتكلمون باللغة الفارسية، أو على الروم يتكلمون اللغة الرومية. لما نجو نتكلموا عليه الوجود الأمازيغ عبر التاريخ، طبعا حتى هو يعني حنتكلموا عليه حنطرقوا له، لكن ناخذ هذا الفاصل ومن ثم نتواصلوا ونستكملوا باقي الحلقة، خليكم متابعين. أتينا. نغوص بكم إلى عبق الماضي، نتجول بين أرفف المكتبة، نتصفح أوراق الثقافة، نعيش أحداث التاريخ، نزيل الغبار عن الحضارة المنسية. نغوص بكم إلى عبق الماضي. سيدلس للتدلسة دومزروي أنك استاقى في تغرمة جاهل ون سوليبي. سوليبي برنامج يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 ظهرا ويعاد الخميس الساعة 4 مساء مع مهيب جرادر. سوليبي برنامج يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 ظهرا ويعاد الخميس الساعة 4 مساء مع مهيب جرادر. أزل في اللوند أزل غفو انتكل تيت نايت متستمر، رحبوا بكم مستمعينا مرة أخرى في هذا الساعة وفي هذه الحلقة من برنامجكم الجديد برنامج سوليبي. سوليبي يقابل بالعربي اللي هو بالليبي، طبعا حنتكلم عليه كل ما يتعلق وكل ما يخص الأمازيغية والأمازيغ وكل ما يتعلق بتاريخ ليبيا وهوية ليبيا وكل ما يتعلق بليبيا والليبيين والتاريخ المنسي والتاريخ اللي كان مغيب علينا خلال كل هذه السنوات الماضية. تكلمنا عن قبل الفصل وقلنا طبعا موضوع حلقتنا اليوم اللي هو الأمازيغية والأمازيغ مفاهيم ومصطلحات. تكلمنا على مفهوم أو مصطلح الأمازيغ والأمازيغية وكذلك مصطلح البربر، لكن توا حنتكلموا عليه اللي هو الأماكن تواجد أو أماكن وجود الأمازيغ طبعا خلال هذه البقعة من الكرة الأرضية. قبل السنوات القديمة جدا ما نقدر طبعا نعطيكم أرقام بحد بداتها، لكن اللي هو قبل مجيء الإسلام إلى شمال أفريقيا أو قبل حتى في عهد الفراعنة إذا صح التعبير، الأمازيغ كانوا متواجدون اللي هو حدود النيل شرقا. طبعا كانت حتى هذه اللي توا حاليا تسمى مثلا بالصحراء المصرية، طبعا كان تواجد الأمازيغ على حدود النيل، إلى من حدود النيل إلى المحيط الأطلسي وجزر الكناري غربا، وكذلك ساحل شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، هذا كله منتشر ومتوزعون فيه الأمازيغ بشكل كامل. طبعا مع الاحتلالات طبعا اللي كانت بحكم أن رقعة شمال أفريقيا مكان استراتيجي وكان يعني ساحل طويل جدا، تعرض طبعا الكثير من الغزو، سواء بالغزو عن طريق التجارة أو بالغزو العسكري أو السياسي أو ما شابه خلال كل العقود والعهود اللي مضت.
لما نجيو نشوفوا اللي طبعا الفينيقيين كانوا طبعا من باب التجارة وعلى أساس أنهم أسسوا مدن. طبعا هي لم يقم أحد بتأسيس مدن، ولكن المدن كانت موجودة ولكن يعني قاموا بتطويرها. كذلك نقطة أخرى اللي هو طبعا الاحتلالات مثلا الروم، الوندال، البيزنطيين، الإسبان وغيرهم وغيرهم، إلى أن وصل طبعا اللي هو فترة اللي هو الفتوحات الإسلامية، واتجاههم كانت بقيادة عمر الصحابي الجليل عمر بن العاص، وقام بفتح مصر، ومن ثم بعد ما أخذ الإذن من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقام ب يعني التواصل والوصل في المواصلة اللي هو الفتح الفتوحات الإسلامية، إلى وصل إلى أن وصل إلى طرابلس. طبعا هذا مكان انتشار الأمازيغ في تلك الفترة. نشوف في الوقت الحالي طبعا الأمازيغ متواجدون في عدة دول، يعني بعد ما تم تقسيم شمال أفريقيا إلى دول، متواجدون نبدو من بالنسبة في جزر الكناري اللي طبعا موجودة تحت يعني سيطرة الإسبان. طبعا يتكلمون الإسبانية لكن أصولهم أصدادات أصول أمازيغية. كذلك متواجدون في المغرب، الجزائر، النيجر، جزر الكناري طبعا كرنال، طبعا المالي، في ليبيا، تونس، موريتانيا، بوركينا فاسو، وكذلك في مصر. طبعا حنتكلم عليها طبعا لأن في بعض ممكن دول الواحد قد يستغرب ويسأل يقول كيف، هل مثلا على سبيل المثال في مصر يقول لك في أمازيغ؟ نعم في أمازيغ، في مالي في أمازيغ، في النيجر طبعا حنتكلم عليهم إن شاء الله باختصار، لكن حنركز أكثر شيء على ليبيا. بالنسبة للجزر الكناري زي ما قلنا كسكان أصليين يعتبروا أمازيغ، لكن يعني زي ما احنا صرنا هنا في بعض القبائل أو بعض الناس اللي استعربوا، احنا نقول استعربوا بمعنى ضيع اللسان الأمازيغي ذات أصول أمازيغية، لكن ضيع اللسان الأمازيغي ويتكلم بالعربي. فهذا نفس الشيء صار لهم في جزر الكناري، يعني صاروا يحملون الجنسية مثلا الإسبانية، يتكلمون الإسبانية لكن أصولهم ذات أصول أمازيغية. في المغرب طبعا موجودين، الجزائر كذلك موجودين حتى في بعض المناطق زي القبائل الشاوية المزابية، كذلك المتمثلون في أمازيغ الجنوب اللي هم أو أمازيغ الصحراء اللي هم التوارق. النيجر كذلك اللي يستغرب طبعا النيجر اللي هم يمثلوا في وهم أمازيغ الصحراء أو أمازيغ اللي هم التوارق. طبعا الكثير من الناس حتى المشكلة الساسة والمثقفين دائما يفصلوا ما بين الأمازيغ وما بين التوارق. طبعا احنا نقولوا أن التوارق ذات أصول أمازيغية، في لغتهم يقولوا إيموهاغ أو أمازيغ. بالنسبة أيضا في مالي احتوى نفس الشيء، وهم اللي نطلق عليهم اسم التوارق، وطبعا احنا ضد هذا المصطلح لأنه احتوى مصطلح دخيل اللي هم أولى أن يتلم إطلاق عليهم اسم أمازيغ الصحراء أو أمازيغ التينيري. في موريتانيا أيضا، في بوركينا فاسو نفس الشيء. لكن نجولي مصر، طبعا مصر عندهم واحة اسمها واحة سيوة، ويوجد بها الأمازيغ وإلى الآن موجودين. طبعا حاولوا أن حتى في طريقة لبسهم يعني يلبسوا في اللباس الليبي، وهو متمثل في الفرملة والكبوس الليبي. طبعا يتكلمون باللغة الأمازيغية إلى الآن يتكلموا بها، لكن يعني كثير من الناس يعني نتيجة الجهل ونتيجة عزلتهم، لأن هي موجودة في واحة صحراوية في الصحراء، ونتيجة طبعا حتى للسياسة اللي كانت موجودة عندهم، فتم تغييب هذه الواحة سواء من جميع النواحي، فما بالك بأنهم يجوا يعطونهم حقهم كأناس أصليين. بالنسبة لليبيا لما نجون نتكلموا على تواجد الأمازيغ في ليبيا، وإحنا زي ما قلنا حنركزوا على الأمازيغية في ليبيا بشكل خاص. طبعا بالنسبة للمتحدثين باللغة الأمازيغية متواجدون حاليا في جبل نافوسا اللي هو أدرار نافوسا، طبعا وكذلك زوارة اللي هي مدينة ساحلية على الساحل، وكذلك في إغدامس وغات وتفيلالت وأوباري ووادي عتبة وسوكنا وأوجلا والفقهة، وكذلك نسبة صغيرة في أيضا في الجغبوب، ومناطق متفرقة من كل الجنوب الليبي. وزي ما قلنا اللي هي طبعا الجنوب الليبي دائما تتمثل في قبائل الإيموهاغ اللي هم طبعا أمازيغ التنيري والمعروفين بالتوارق.
إذن هذا حوال الآن يعني اللي يتكلموا باللغة الأمازيغية والمتحدثين باللغة الأمازيغية. في مناطق أخرى طبعا نحن ما نبوش نطرقوا لها، لكن هم ذات أصول أمازيغية لكن ضيعوا اللسان. لكن لما نجون نشوفوا علم التوبونومي متاعهم أو أماكن أسماء أماكنهم تلقاها أسماء أمازيغية صرفة، أسماء قبائلهم أسماء أمازيغية صرفة، بعض الكلمات لا تزال الكلمات الأمازيغية القديمة جدا، يعني ممكن حتى أحيانا تكون ضيعة عند الناطقين، لكن ما زال هم يحتفظوا ببعض المصطلحات وبعض الكلمات الأمازيغية اللي ضاعت، أحيانا تكون قد ضاعت عند الناطقين باللغة الأمازيغية. طبعا زي ما قلنا أن هذا الكلمة أو هذه القبائل ضيعوا اللسان، لكن لا يزال محتفظين بليبيتهم من لبسهم، من دخول بعض الكلمات الأمازيغية وبعض المصطلحات الأمازيغية في كلامهم، كذلك من أكلهم وحياتهم اليومية، وأيضا حتى في أسماء عائلاتهم وكذلك أسماء المناطق اللي عايشين فيها تلقى ذات أسماء أو ذات أسماء ومعاني أمازيغية. نجو فيه نقطة نحب نطرقوا لها قبل ما نخش في الفقرة اللي بعدها، اللي هي طبعا احنا قلنا قبل الفاصل في بداية كلامنا عن كلمة أمازيغ أو إمازيغ، قلنا في اللغة طبعا الأمازيغية جمع مفردها أو مفردها أمازيغ، وهو الاسم اللي طبعا يتم إطلاقه على الجبالية زي ما نعرفه أو الزوارية أو التوارق أو الغدامسية، هذا اللي طبعا اسم الأمازيغ يعني يطلق على هؤلاء السكان. وكذلك زي ما قلنا هنا مؤنث الأمازيغ وهو تمازيغ، ويطلق على المرأة وعلى اللغة، يعني حتى اللغة يطلق عليها اسم تمازيغ أو يعني اللغة لغة تمازيغ أو سوى التمازيغ. وكلمة أمازيغ من حيث صبغتها اللغوية اسم فاعل، وهي صبغة نادرة لم يوضع على وزنها إلا عدد قليل من أسماء الفاعل، ومشتقة حسب يعني بعض اللغويين أنهم من يوزغ، وهو اسم مشرب بمعنى النبل، وهم يعني بمعنى النبل والشهامة والإباء، وزي ما قلنا هذا قبل الفاصل تكلمنا عليه. ناخذ هذا الفاصل ومن ثم نتواصلوا لاستكمال باقي الحلقة، طبعا خليكم معنا متابعين. طيب الفاصل جاهز إن شاء الله، ناخذ فاصل ومن ثم نتواصل إن شاء الله. نغوص بكم إلى عبق الماضي، نتجول بين أرفف المكتبة، نتصفح أوراق الثقافة، نعيش أحداث التاريخ، نزيل الغبار عن الحضارة المنسية. نغوص بكم إلى عبق الماضي. سيدلس دتدلسة دومزروي أنكستاقة افتغرمة جاهلنون سوليبي. سوليبي برنامج يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 ظهرا ويعاد الخميس الساعة 4 مساء مع مهيب جرادا. سوليبي برنامج يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 ظهرا ويعاد الخميس الساعة 4 مساء مع مهيب جرادا. أزل فلاون أزل غفون أيتما تستما تكلتيطن، رحبوا بكم مستمعين مرة أخرى في هذا البرنامج الجديد، زي ما قلنا برنامج سوليبي بمعنى بالليبي، ونتكلموا فيه على كل ما يتعلق وكل ما يخص الأمازيغ والأمازيغية وكل ما يخص الهوية الليبية وكل ما يخص تاريخ ليبيا وكل ما يخص الليبيا والليبيا والليبيين. طبعا قلنا أن تاريخ ليبيا والحضارات اللي قامت على هذه الأرض كلها كانت مغيبة وكلها مهمشة نتيجة السياسات اللي مرت بها البلاد خلال كل هذه العقود والعهود اللي مرت علينا. تكلمنا في بداية الحلقة عن مفهوم الأمازيغية والأمازيغ، تكلمنا على وجود أيضا مصطلح البربر كما تطرقنا عليها وقلنا شن مقصود بها.
تكلمنا أيضا على وجود الأمازيغ عبر التاريخ اللي هو انتشارهم منذ وجودهم على هذه الأرض, وأيضا الآن حاليا أين هم متواجدون. توا حنتكلم عن اللغة الأمازيغية. في بعض الناس دائما يقولوا لا أنتوا اللغة الأمازيغية زي ما يقولوا على سبيل المثال نقولكم الجبلية كلامهم مش زي الزوارية, الزوارية كلامهم مش زي الغدامسية, الغدامسية كلامهم مش زي التوارق أو أمازيغ التنيري. طبعا احنا دائما نشوفوا ان طبعا اللغه العربيه, احنا نبي نحط لكم دائما نقيسوا باللغه العربيه بحكم اللغه الاقرب معانا في البلاد او في حياتنا اليوميه. اللغه العربيه احنا لما نجون نشوفوا اللغه المعياريه, اللغه العربيه اللي هي اللغه العربيه الفصحى اللي يتعاملوا فيها في قراءه الاخبار, في قراءه الاشرطه الوثائقيه, في الكتابات الرسميه, في التاليف وغيرها من المعاملات. لما نجون نشوفوا انه يجيك شخص مثلا, طبعا ما نبوش نشوفوا مصر لان مصر قدرت توصل لهجتها لأن استغلت السينما والأفلام والمسلسلات وغيرها, كانت سباقة, معروفة أن مصر هي سباقة في الإعلام, فلذلك قدرت بهذا اليوم موضوع التلفزيون قدرت تكون لغتها أو لهجتها بمعنى أصح تكون مفهومة لكل الدول العربية. لكن لما نجون نشوف مثلا توا مسلسل على سبيل المثال خليجي, هما نفسهم مش حتى في الخليج نفسهم في بعض الكلمات تلقى مثلا تستخدم في السعودية بشكل, في مثلا في البحرين بشكل, في عمان بشكل, في اليمن بشكل, في وهكذا. يعني هما رغم انهم في نفس الرقعة في قراب من بعض لكن تلقاها كل واحدة بشكل. فأنا طبعا دائما تواجهني مشكلة لما نمشي مثلا لواحدة من الدول لما نتكلم معها بالليبي, أقل شيء لما نقولها كلمة باهي طبعا اللي هي طبعا تعني الموافقه, يعني بالانجليزي يقولوا اوكي, يقعد يقول لك يقول لي شنو معنى باهي, شنو تقصد بها باهي. هذه ابسط الكلمات. طبعا احنا ما بنبوش نوسعوها لكن نزيد نحددوها اكثر بشكل اكثر اللي هو في ليبيا نفسها. طبعا احنا في جهه في غرب ليبيا يقولوا هلبا, لما نجوا نشوفوا لشرق ليبيا يقولوا واجد. يعني مثلا توا لما نمشي مثلا عندي مثلا صاحبي مثلا من الشرق, نقول له واحد ولده مثلا حد عيل هيك صغير نقول له كلمة هلبة مستحيل حيفهمها, رغم أن نتكلم معاه باللهجة الليبية يعني عادي مفروض يفهمني لكن مش حيفهمها لأنه ما يعرفش هلبة, يعرف واجد وهكذا وهكذا. إذا لكن شنو اللي يخلي مثلا أن الشرق يفهم الغرب والليبي يفهم التونسي والتونسي يفهم مثلا الفلسطيني والفلسطيني يفهم السوري والسوري يفهم اليمني, شنو اللي يخلي فيهم واليمني يفهم السوداني, شنو اللي يخلي فيهم يتفهموا لما تكون يعني هناك دائما تواصل ودائما هناك دعم لهذه اللهجات اللي طبعا بالتلفزيون بالمسلسلات بأي وسيلة من وسائل بالكتابة وغيرها. احنا اللي صار اللغة الأمازيغية نتيجة للسياسات القمعية اللي كانت موجودة طيلة العهود اللي مرت كلها كانت طبعا فقدت التواصل. فاحنا على سبيل المثال احنا ما بنبوش نقول مثلا لهجة نافوسها تختلف عن زوارة, في نافوسها نفسها, في نافوسها نفسها المدن الموجودة في جبل نافوسها مثلا نقولوا يفرن وجادو نالوت كابا والحرابة رحبات غيرهم فيما بيناتهم يعني احيانا بضع كيلومترات, لكن تجد هادو يقولوا لكلمة بشكل والمنطقة الثانية او المدينة الاخرى تقول لها بشكل اخر وتلقاه ما يفهماش. واحيانا هذه اللي هنا اللي زي ما يقولوا مربط الفرس, احنا ما بنبوش نقولوا بالنسبة لاختلاف الكلمة في حد ذاتها, لكن الكلمة تكون نفسها لكن طريقة نطق الكلمة, طريقة نطق الكلمة أحيانا تختلف. على سبيل المثال نعطيكم كلمة على سبيل المثال في عند يفرن يقولوا أغروم اللي هو الخبز, أغروم بالهمزة. طبعا في لهجة يفرن عندهم دائما الهمزة دائما تكون موجودة, لكن في جادو الهمزة دائما محذوفة فيقول لك غروم. فلما يجي شخص مثلا من جادو يقول نبي غروم أو نبي خبزة طبعا يقول لك غصة غروم,
طبعا هي أغروم، هي نفس أغروم، لكن النتيجة لعدم التواصل وعدم، ما فيش أي وسائل اتصال، ما فيش برامج تلفزيونية، ما فيش برامج جداعية، ما فيش أغنية أمازيغية في الشارع، ما فيش كذا، فهذا كله طبعا سبب حاجز كبير. النتيجة أن واحد لما يسمع كلمة، واحد جادو يسمع كلمة أغروم بالهمزة يقول لك شو معناها، والعكس صحيح، لما واحد مثلا يفرن يسمع كلمة غروم من غير همزة يقول لك شو معناه. طبعا هذا نتيجة إلى عدم التواصل. أما اختلاف المفردات الكلمة نفسها، طبعا هذا دليل على إثراء اللغة. احنا نعرف أن في اللغة العربية تلقى الكلمة واحدة وتحتمل أكثر من معنى وتعطي أكثر من معنى، أو بعض الأشياء عندها أكثر من اسم. على سبيل المثال، على سبيل المثال الأسد عنده أكثر من معنى، تلقى أسامة وتلقى ضرغام وتلقى مش عارف، هذا نستحضرهم طبعا حاليا، مهم أكثر من اسم تحمل معنى الأسد. وكذلك نفس الشيء هذه اللغة الأمازيغية في بعض المفردات أو بعض الكلمات تحمل أكثر، عندها أكثر من معنى وأكثر من كلمة. فلذلك الكلمات وتعدد المفردات هذا ليس عيبا وليس نقصا في اللغة، بل بالعكس هذا إثراء للغة ودليل على مدى قوتها وأنها حتستمر ومستمرة دائما في الـ يعني دائما تقدر تنجح وتواكب هذا العصر وعصور العولمة. وإحنا طبعا حنتكلم عليها حتى كيف أنها تقدر تواكب وتصل إلى يعني درجتنا وصلت حتى في الكمبيوتر والإنترنت وهذا العالم التكنولوجيا العالم الحديث. طبعا هذا من ناحية اللغة الأمازيغية. إذن نستخلص من كلامنا أن بالنسبة لاختلاف الكلمات، نقصد اختلاف الكلمات، هذا دليل على إثراء اللغة وليس زي ما قلنا نقص أو عيب في اللغة، وزيها زي أي لغة أخرى في اللغات الإنجليزية العربية الإيطالية الفرنسوية إلى آخره من اللغات، تجد كل كلمة تجد عندها أكثر من مفرد. بالنسبة للهجات اللي هو اختلاف نطق بعض الكلمات، هذا زيها زي اللهجات المتعارف عليها سواء في الدول العربية أو في الدول الأوروبية، كذلك حتى الدول الأوروبية نفس الحال. وكذلك حتى زي ما قلنا أعطيتكم أبسط مثال اللي هو في ليبيا، لهجة مثلا الشرق تختلف عن الغرب، الغرب يختلف عن الجنوب وهكذا، وأحيانا حتى زوز مدن بجنب بعضهم تلقاها كل واحدة عندها لهجة وعندها لكنة معينة. هذا بالنسبة لموضوع اللغة الأمازيغية. نجو لنقطة الحروف التيفيناغ، وزي ما قلنا هي اسمها حروف التيفيناغ، يعني يقول لك شو معنى تيفيناغ. طبعا زي الحروف العربية مسمى أو يطلق عليها اسم حروف الهجاء، هذا في اللغة العربية الحروف متاعها يطلق عليها اسم حروف الهجاء، بالنسبة للتيفيناغ يطلق عليها اسم حروف التيفيناغ. هذا بالنسبة للحروف. في الكتب القديمة دائما معروفة باسم الكتابة، مع طبعا بالإضافة إلى مصطلح التيفيناغ، طبعا في النهاية حرف الغين، أحيانا ممكن الصوت مش واضح لدى بعض المستمعين، تيفيناغ بمعنى يعني موجودة في بعض الكتب، لكن أحيانا أيضا نلقوها يطلق عليها اسم أو يطلق عليها اسم الكتابة الليبية أو الحروف الليبية، هذا في بعض الكتابات اللي هو كتب التاريخ تلقاها اسم يطلق عليه اسم حروف الحروف الليبية. زي اللغة الأمازيغية زي ما قلنا حتى هي نفس الشيء يطلق عليها اسم اللغة الليبية. وحتى لما كانوا يتكلموا على أخت سبتيموس سيفيروس عندما كانت في بلاط روما كانت تتكلم باللغة الليبية. بالنسبة لحروف التيفيناغ طبعا لما نشوفوا يعني تعريف عليها مبسطة ونبدأ عليها، اللي هي تعتبر من ثالث أبجدية عرفتها البشرية منذ العصور القديمة، تستخدم في شمال إفريقيا بين الأمازيغ، حافظت عليها المرأة الأمازيغية من الضياع لقلة استعمالها. طبعا زي ما نعرف طبعا ونخص هنا بالذكر المرأة الأمازيغية اللي هي المرأة بالأخص اللي هي المرأة التارجية أو المرأة أمازيغ نتينيري. طبعا المرأة دورها احنا زي ما يقولوا حتى في بالعربي يقولوا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. فالأم أو المرأة طبعا عندها دور كبير في الحفاظ على هذه الحروف، لأن هي اللي تعلم في الأولاد وتبقى أكثر الأوقات مع الصغارها، بينما الراجل بمجرد ما يوصل سن البلوغ يبدأ يمارس في حياته اليومية اللي هو
التجارة و يعني السعي وراء لقمة العيش، لكن المرأة تبقى دائما في المنزل، فهي التي تعلم وهي التي تحافظ، وهذه حتى بشهادة الكثير من الإخوة في جنوب ليبيا أو أمازيغ تينيري. طبعا دائما يقولوا أن تجد العزايز الكبار، طبعا ممكن توقع الحمد لله كل متعلمين وكذا، لكن يقول لك العزيزات اللي عندهم اللي هم الكبار في السن يكتبوا بالتفناغ أكثر من الشيبين. أحيانا تجد شيباني ما يعرفش عادي هذا تتوقع، لكن مستحيل تلقى امرأة مثلا عزوز كبيرة هكي وما تكتبش بالتفناغ. لكن لما نجو لأصول هذه الكتابة، طبعا اختلفوا الباحثين والدارسين في علم الحروف أو علم النقوش هذه، فيعتبر البعض أنها أصيلة فيعتبر أن أصيلة طبعا يعتبر من الحروف الأصيلة، بمعنى أن وجودها يعني لم يعتمد على كتابة سابقة، يعني مستقلة بذاتها، يعني لم يتم اقتباسها من حروف أخرى. ولكن في بعض الآراء الأخرى تقول أنها عندها علاقة بالحروف الفينيقية بالاعتقاد السائد، اللي هو أن الحروف الفينيقية هي الحروف زي ما يقولوا حروف الأم أو أم الكتابات زي ما يقولوا الباحثون. لكن الأكثر الآراء تقول أن بالنسبة لحروف التفناغ هي حروف مستقلة يعني بذاتها. اتجاه الكتابة التفناغ متنوعة، طبعا منجون نشوفه للنقوش والموجودة في جبال أوكاكوس وتسيلي وغيرها في الصحراء الليبية وغيرها من صحراء شمال أفريقيا المعروفة بالصحراء الكبرى، اختلفت الكتابة، يعني ما كانتش عندها اتجاه معين، أحيانا تلقوها أو نلقوها من اليسار إلى اليمين أو من يمين لليسار أو من فوق إلى أعلى وهكذا. لكن النقوش الليبية الأقدم تستخدم اتجاه غير اعتيادي وهو من الأسفل إلى الأعلى، والنسخة الحديثة اللي قدمت بها الأكاديمية الأمازيغية في ستينات القرن الماضي واللي طبعا اتفقوا عليها أنها ولقوها أنها الأسهل والأيسر أنها تكتب من اليسار إلى اليمين، وأضيف إليها طبعا حروف التحريك وهي تتكون من 31 حرف منها 27 حرف يعتبروا صامت. هذه هي طبعا نبدأ عن حروف التفناغ. طبعا احنا زي ما نعرفوا أن الحروف واللغة دائما بيد الإنسان، لأنه هو اللي اخترع هذه اللغة أو هو اللي يعني جعل هذه اللغة بحيث أنها تتماشى مع حياته اليومية، فبالتالي هو بيده هو أنه يقدر يطورها ويحدثها ويصل بها إلى درجة يعني السمو والكمال والكمال لله وحده. فناخذ هذا الفاصل ومن ثم بعدها باش ناخذ في آخر فقرة من فقراتنا طبعا اللي هو فقرة المثل الأمازيغي وفقرة الكلمات وتولنا الورقة والبيرو إن شاء الله. أتينا نغوص بكم إلى عبق الماضي، نتجول بين أرفف المكتبة، نتصفح أوراق الثقافة، نعيش أحداث التاريخ، نزيل الغبار عن الحضارة المنسية. نغوص بكم إلى عبق الماضي. سيدلس للتدلسة دومزروي أنكستاقة في تغرمة جاهلنون سوليبي. سوليبي برنامج يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 ظهرا ويعاد الخميس الساعة 4 مساء مع مهيب جرادر. سوليبي برنامج يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 ظهرا ويعاد الخميس الساعة 4 مساء مع مهيب جرادر. أزل فلاون تكلتيت قونقار طبعا نتاملي لتنغطد هات في ختام طبعا الحلقة. طبعا ما عادش مازلنا وقت، فبنختمه طبعا بزي ما قلنا المثل الأمازيغي. المثل يقول يرزا يكتب قبل يصطد تيارزست، يرزا يكتب قبل يصطد تيارزست. طبعا يكتب اللي هو يقصد به اللي هو الطرف اللوحة اللي تشوفوا فيه على الجمال اللي هو على هيئة حرف تي، هذا اللي هو طبعا مصنوع من الخشب. يرزا يكتب قبل يصطد تيارزست عفوا، الترجمة كترجمة اللي هو كسر السد الحامي في الجمل قبل أن يصطاد الأرنب. طبعا يقال هذا المثل عند استعجال النتائج، يعني الواحد مفروض دائما يتريت وما يتعجلش الأمور وما يكسرش الحامي هذا أو السد الحامي أو الخشبة هذه اللي موجودة على ظهر الجمل قبل ما يصطاد الأرنب. طبعا هذا المعنى. يقابل بالعربي شري الحمار حشاكم طبعا قبل البردعة، هذا يمات شبيهة بالعربي.
هذا بالنسبة للمثل الأمازيغي. مثلنا اليوم يقول يرزا يكتب قبل أن يصطاد تيارزت. بالنسبة للكلمات عندنا أول كلمة طبعا سمعتوني يمكن نردد فيها أكثر من مرة اللي هي كلمة أزول بمعنى التحية أو مرحبا أو أهلا بك. أزول أزول في اللاون اللي طبعا السلام عليكم طبعا في اللاون اللي هي عليكم جمع. وأحيانا نقول غفوا طبعا عندنا بعض اللي طبعا في بعض المدن الأمازيغية يقولوا في مكان في اللون يقولوا غفون، وزي ما قلنا تكلمنا عليها اللي هو طبعا إثراء للغة، يعني في اللون وفيه غفون. أزل في اللون أو أزل في غفون، أو الواحد يقدر يختصرها ويقول أزل. كلمة أخرى اللي هي تنميرت بمعنى صحيت أو شكرا أو بارك الله فيك، هذا معنى تنميرت. طبعا تنميرت تعني البركة أيضا، يقولوا تنميرت بمعنى البركة، وهي نفسها تعطي معنى بارك الله فيك. أيوز بمعنى برافو، زي ما يقولوا ما عرفت بهي لغة طبعا هي برافو. مهم أيوز بمعنى اللي هي طبعا تعني للتشجيع أيوز. تدلسة اللي هي الثقافة، تدلسة الثقافة. أمزروي اللي هو التاريخ، أمزروي التاريخ. إذا نعودوهم، أزول بمعنى السلام أو التحية أو الترحيب، أزول. تنمير تعني البركة أو الشكر. أيوز اللي هو للتشجيع والتحفيز، نقول أيوز يعني أيوز فلك يعني برافو عليك. تدلسة بمعنى الثقافة أو الثقافة. أمزروي اللي هو التاريخ، أمزروي التاريخ. وسوليبي طبعا بالليبي، بالليبي نقول لكم طبعا هذه ليبيا واحدة وليبيا واحدة، والتنوع والإثراء يعطي جمال أحلى وأبهى دائما لليبيا. وإنما طبعا الاختلاف الألسن والألوان هذه آية من آيات الله، وهذه الاختلافات دائما نشوف فيها سنة من سنة الله في هذا الكون. إذا تكلمنا في حلقة اليوم عن الأمازيغية والأمازيغ مفاهيم ومصطلحات، تكلمنا عن مفهوم الأمازيغ ومفهوم الأمازيغية، تكلمنا عن وجود الأمازيغ عبر التاريخ، تكلمنا عن اللغة الأمازيغية، وتكلمنا عن حروف التيفيناغ والتاريخ. طبعا حلقتنا كل أربعاء الساعة 2 الظهر، ملتقانا الأربعاء القادم إن شاء الله. أزل في اللاون دتنمير، وهذه أجمل التحية مني أنا مهيب قرادة، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء. من رمال صراء وصخور الجبل وأمواج البحر أتينا نغوص بكم إلى عبر الماضي، نجول بين أرفف التباب، نتصح أوراق الثقافة، نعيش أحداث التاريخ، نزيل الغبار عن الحضارة المنسية. نغوص بكم إلى عبق الماضي. سيدلس دتدلسة دومزروي أنك استاقى في تغرمة جاهل ون سوليبي. برنامج يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 ظهرا، ويعاد الخميس الساعة 4 مساء مع مهيب قرادة. سوليبي برنامج يأتيكم كل أربعاء الساعة 2 ظهرا، ويعاد الخميس.